بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم متابعينا الأعزاء مع موعد مباراة مصر ولبنان القادمة في كأس العرب والقنوات الناقلة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنهى منتخب مصر منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بنجاح تام. منتخب مصر نجح في الفوز بصدارة المجموعة السادسة بعد أن حصد 14 نقطة متفوقا على الجابون وأنجولا وليبيا. ويتطلع منتخب مصر إلى تحدي جديد متمثلا في بطولة كأس العرب، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر ولبنان والسودان، ويفتتح منتخب مصر منافسات بطولة كأس العرب بمواجهة مثيرة أمام لبنان. بالنسبة لموعد مباراة مصر ولبنان، تقام المباراة بمشيئة الله اليوم الأربعاء الموافق 1/12/2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 2:00 عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مصر ولبنان وليبيا، الساعة 4:00 بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 5:00 بتوقيت الإمارات. أما عن القنوات الناقلة للمباراة، تذاع مباريات بطولة كأس العرب عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة. نستنى إن شاء الله توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر ولبنان في تعليقات الفيديو، ونتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة ممتعة. أنا معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.